قرار لجنة المناقشة والحكم في البحث المقدم من الدارسة سارة عبد المنعم أحمد عبده للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الموسيقية في تمام الساعة 11 صباحا من يوم الأحد الموافق 16/8/2018 اجتمعت في مبنى الكلية اللجنة المعتمدة من السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 2/9/2018 والمشكلة من السادة الأساتذة أستاذ دكتور يونس محمود بد أستاذ بقسم الأداء شعبة البيانو مشرفا ومقررا أستاذ دكتورة شيرين سمير الجندي أستاذ بقسم الأداء شعبة بيانو مشرفا أستاذ مساعد دكتور أمل حياتي محمد فتحي أستاذ مساعد بقسم الأداء شعبة بيانو مناقشا من الداخل أستاذ دكتور هالة إسماعيل الصاوي أستاذ بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس مناقشا من الخارج وناقشت اللجنة علنيا البحث المقدم من الدارسة والمعتمد تسجيله من السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة بتاريخ 28/4/2016 وعنوان المشاكل التكنيكية في دراسات البيانو عند تشارلز فلانتين أركان وكيفية التغلب عليها وبعد مناقشة الدارسة علنا في موضوع البحث وبعد الاطلاع على نتيجة البحث وبعد المداولة قررت اللجنة بإجماع الآراء التوصية بمنح الدارسة سارة عبد المنعم أحمد عبده درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الموسيقية تخصص الأداء بيانو ورفعت الجلسة.